وللمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف سعادة السفير خالد يوسف الجلاهمة، سفير مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل. سعادة السفير، تحدثنا عن أهمية هذا المؤتمر التواصل من أجل الابتكار والذي عقد للمرة الأولى في مملكة البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أشكر تلفزيون البحرين على إتاحة هذه الفرصة لي من أجل تسليط الضوء على نجاح عمل مؤتمر التواصل من أجل الابتكار اللي أقيم بتنظيم من وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع ستارت اب نيشن سنترال في المنامة الأسبوع الماضي، وهو أول مؤتمر من نوعه بالمنطقة. هدف المؤتمر كان لأجل التعارف والجمع بين الشركات البحرينية والشركات الإسرائيلية المبتكرة وبين المستثمرين من البلدين من أجل إنشاء روابط تجارية قيمة واستكشاف حلول تعاونية تتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية. وهذه الحدث المهم هو شهادة طبعا على الشراكة المتنامية بين البلدين، كون مملكة البحرين تعد كمركز استثماري بارز وتعد إسرائيل مركز للبحث والتطوير في التكنولوجيا المتقدمة. والمؤتمر جمع بين أصحاب الاختصاص من كلا البلدين لإقامة شراكات في قطاعات مختلفة، منها التكنولوجيا المالية والتصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة وغيرها، بالإضافة إلى مناقشة سياسات تطوير النظم البيئية للتكنولوجيا والابتكار وتحديث فرص النمو والتعاون في هذه القطاعات. نعم سعادة السفير، ما هي أهم مخرجات ونتائج هذا المؤتمر؟ أهم نتائج ومخرجات المؤتمر هي أولا مشاركة ما يزيد عن 460 مشارك من مختلف القطاعات وعقد أكثر من 60 اجتماع عمل للتعاون المشترك بين الشركات في البلدين. وثانيا الإعلان عن شراكة بين شركة إسرائيلية مختصة بزيادة تحصيل الطاقة الشمسية وشركة بحرينية مختصة بالطاقة المتجددة، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم في تنمية رأس المال البشري من قبل تمكين وستارت اب نيشن سنترال. وأشكر وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية على هذه النتائج والمخرجات الإيجابية وعلى جهودهم المبذولة لإنجاح تنظيم هذه المؤتمر اللي يعد بداية التعاون في مختلف مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا بين البلدين. نعم سعادة السفير خالد يوسف الجلاهمة، سفير مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل، شكرا جزيلا لك.